في ظل موجات الاحتجاجات الشعبية التي تعيشها تونس منذ أسابيع في مختلف محافظات البلاد، تتفاقم أعباء الحياة اليومية لدى تونسيين يشتكون من تردي الخدمات العامة ونقص التزود بالمواد الأساسية للعيش. ويحذر ناشطون من أخطار تأزم الوضع الاجتماعي في المناطق الداخلية بما يؤجج حالة الغضب بين التونسيين ويهدد استقرار البلاد في المرحلة المقبلة. طوابير البحث عن الغاز الطبيعي المنزلي، مشاهد تتكرر في عدد من المناطق التونسية. هنا في هذا الحي الشعبي وسط العاصمة تونس لا يجد الأهالي الغاز بسهولة بسبب تعطل عمليات توزيعه في البلاد، فضلا عن غياب أساسيات عيش أخرى. دبوزة الغاز وعلى كل شيء ما تحصل على حد شيء، بخاصة في الأساسيات، في الزيت المدعم. زيت المدعم توا عنده 14 يوم 12 يوم المعامل مسكره. ما ثماش نقل متوفر بالمستوى المطلوب. غاز كما تشوفوا ثم انقطاع كبير راجع لانه احتجاج والغاز متوفر ما فماش مشكل. بس يعني في احتجاجات هي اللي خلت الغاز ينقطع بالاخص على المناطق الجنوبيه للبلاد. وبتزايد وتيره الاحتجاجات في مختلف محافظات البلاد من جهه، وضعف الموارد الماليه للدوله من جهه اخرى، يخشى اغلب صغار التجار ان تتفاقم اعباء الضرائب على نفقاتهم وتردي القدره الشرائيه لاغلبيه التونسيين. نحن هنا عندنا هدايات نخلصوا البلديه، وفما اللي كارين نصب من عندنا ماليهم بيدهم، يعني خلص بلديه وخلص مولا النصبه. وظروف المواطن التونسي تعبه، ونعطيك انا حاجه اخرى، المواطن التونسي ما عادش تعنيه السياسه تاع الدوله. خاطر مهما تكون يجيبوا كل عام نفس الحكايه، كل عام نفس الحكايه. ومع طرح مشروع ميزانيه الدوله للسنه المقبله، يرى مسؤولو البلديات ان الميزانيات المخصصه لتلبيه الخدمات الاساسيه اليوميه للتونسيين ضعيفة جدا. تصور انت 275 بلدية حطولها في الميزانية هذه نتاع 2021 3% من تأثير، هل ترى هذه 2000 الميزانية هذه قادرة باش البلدية تصبح قادرة باش تصبح سلطة محلية وتشرف على المناطق وتحاول باش تدعم وتعمل امدادات وتعمل التهيئة الاقتصادية؟ حالة غضب تخيم على الشارع التونسي إزاء أداء الحكومة في وقت يحذر فيه ناشطون من تداعيات غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وتردي الخدمات العامة على حياة الناس. أمام تحديات تعبئة الموارد المالية للدولة، يأمل أغلب التونسيين في أن تراعي التوجهات المالية للحكومة في الفترة المقبلة حقيقة الواقع المعيشي اليومي للناس بما يحد من تأزم الوضع الاجتماعي في البلاد. جلال موانع، الحرة، تونس. معنا من تونس لمناقشة هذا الموضوع صبري الزغيدي، الصحفي في جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد التونسي العام للشغل. مساء الخير، أهلا بك أستاذ صبري. بداية، هل يمكن القول أن ما تشهده تونس مخاض لثورة ما تلوح في الأفق مثل ما يرى البعض، أم أنها فقط ردات فعل على واقع ربما هو متردي أصلا وفقمت منه أزمة كورونا؟ مساء الخير، شكرا على الإضافة. هو في الحقيقة يعني وتيرة الاحتجاجات في تونس لم تخفت حتى يوم، يعني منذ اندلاع الثورة إلى حدود اليوم، يعني خلال 10 سنوات تقريبا في كل محافظات البلاد نجد احتقان، نجد التوتر، نجد اعتصامات، نجد إضرابات، وكلها ترفع نفس الشعارات على امتداد 10 سنوات، وهي أساسا التشغيل وتحسين الأوضاع المعيشية للناس وتحسين الخدمات الأساسية من نقل، من تعليم، من سكن، من صحة أساسا، ونحن نعيش الآن في هذا الوباء، وباء كورونا. في الحقيقة يعني هي تحيلنا إلى الوضع الاقتصادي الرديء والمزري يعني من خلال هذه 10 سنوات، وهي حتى الأرقام الرسمية والإحصائيات الرسمية سجل أرقاما مفزعة على مستوى النمو، على مستوى الميزان التجاري، على مستوى الدين الخارجي، وبطبيعة الحال أو التضخم كذلك، بطبيعة الحال ستكون لهذا المشكل الاقتصادي الذي لم يتعافى إلى اليوم ستكون له ارتدادات وستكون له تداعيات اجتماعية على مستوى
يعني الحياة المباشرة للمواطن. نجد غلاء الأسعار، نجد مثل ما قلتم في تقريركم اهتراء المقدرة الشرائية للمواطن بشكل غير مسبوق. يعني تصوروا الطبقة الوسطى التي كانت تونس تفتخر بها في عهد مضى، اليوم أصبحت نقمة هذه الطبقة، فتضررت وتآكلت، وأصبح الموظف يعني الموظف بما فيها الحكومي لا يجد أحيانا قوت صغاره، ولا يجد حتى الإمكانيات حتى لكي يعيل عائلته أو لكي يضمن لهم دراستهم. في ظل هذه الأوضاع الرديئة، يعني اقتصاد مريض، اقتصاد غير متعافي، من يتحمل المسؤولية أستاذ صبر الزغيني؟ خاصة بالضبط بالضبط بالضبط، نجد على الحكومات المتعاقبة من خلال 10 سنوات وإلى حكومة اليوم المشيشي، نجدها فقط تقدم إلا الوعود. بل تصور منذ قليل فقط رئيس الحكومة كان له خطاب في قبة المجلس نواب الشعب، الكلام الذي قاله دعا إلى حوار اقتصادي واجتماعي، الكلام الذي قاله يشبه تماما ذلك الخطاب الذي قاله عشية تسلمه لمقاليد رئاسة الحكومة، بل هو نفس الكلام تقريبا الذي قالوه كل رؤساء الحكومات المتعاقبة. ولكن ألا ترى أن هذه الحكومات تحتاج إلى استقرار حتى تضمن على الأقل إنجاح مساعي إنقاذ الاقتصاد؟ بالضبط بالضبط بالفعل، المشكل هو مشكل سياسي بالأساس. اليوم النظام الانتخابي في تونس، اليوم يعني نشاهد الائتلافات حكومية، الائتلافات الحكومية يعني بالواقع يعني وبالتجربة العملية وإلى حدود اليوم أثبتت فشلها وما يعني خلقت عدم الاستقرار السياسي بطريقة أنه لا تصور أن وزير يبقى قرابة 10 أو 4 أشهر أو حكومة تبقى 4 أشهر أو 5 أشهر، ماذا ستقدم؟ خاصة وأن هذه الحكومات هي تتبنى نفس المنوال التنموي، يعني للأسف التوجه الاقتصادي أو السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة منذ سنة 2012 إلى الحدود اليوم يعني هي نفس السياسات القديمة التي أثبتت فشلها على مستوى الواقع، وهي ببساطة هي إملاءات، يعني يقولونها خبراء اقتصاديون، إملاءات ويعني وصفات للمنظمات أو للدوائر المالية العالمية على رأس صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهي وصفات وإملاءات أثبتت فشلها. ومن يعيش هذا على يعني على المستوى المباشر نجده يعني في الطريق العام، نجده في المؤسسات، يعني نجده في البنية التحتية المهترئة، نجده في المقدرة الشرائية، تظهر مظاهرها في المقدرة الشرائية المهترئة. هل هناك حلول يمكن اللجوء إليها لإنقاذ هذا الوضع، خصوصا في ظل ربما الأرقام القياسية في عدد الاحتجاجات التي تسجلها تونس؟ طبيعي هناك حلول، وبل هناك حلول عملية ويعني وحلول مباشرة يمكن لها أن تخلق بصيصا من الأمل للمواطن العادي، وعلى الأقل تقدم يعني رسائل طمأن للمواطن العادي. مثلا المتهربون من الجباية في تونس وهم يعني بالمئات، تصوروا أموال طائلة من رجال أعمال متهربين من الضرائب، هذه الأموال إن تم استجلابها وإن تم تطبيق القانون، مسألة الفساد، مسألة الحوكمة يعني للمؤسسات العمومية، خلق الثروة، وخاصة تونس معروفة بقطاع الفلاحة وهو قطاع يعني قطاع كبير جدا وقطاع عريق بإمكانه خلق الثروة وخلق مواطن شغل يعني صح. جادة وحقيقية. لكن للأسف الحكومات المتعاقبة لا تتحدث مع الناس، لا تسمع الناس، بل أصلا في علاقة بالفساد. كنا نتصور أن الدولة أو عديد الأجهزة من الدولة تسكت عن الفساد وتصمت على الفساد، ولكن ظهر العكس، بل هي عديد الأجهزة متورطة مع الفساد، وهو ما أنهك الاقتصاد التونسي وجعله منخرم إلى اليوم. نعم. زميلنا الصحفي صبري الزغيدي، الصحفي في جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد التونسي العام للشغل، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا.